أيضا الحديث مشاهدينا الكرام عن الانتهاكات الصهيونية في فلسطين والجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس. معنا من عمان هاتفيا دكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. حياكم الله دكتور ثامر. إذا كيف أسهم موقف المجتمع الدولي فيما جرى في نابلس وقبلها أيضا سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم في الأراضي الفلسطينية؟ تحية لجنابك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين الكرام. حقيقة ما جرى في نابلس يوم أمس هو جريمة ومجزرة ارتكبتها قوات الكيان الصهيوني المحتل ضد الفلسطينيين الذين يواجهون ظلم الاحتلال منذ عشرات السنوات. عندما تستخدم قوات الاحتلال حصارا خانقا ضد المدنيين العزة وتقتحم المدينة عسكريا بآلات وجرافات وتقتل من يحلو لها إرضاء لنفوس هذه القوات المريضة ويرتكبون مجزرة بقتل أكثر من 10 أشخاص وجرح فوق 100 شخص بينهم أطفال ونساء وكبار السن، وتسفك هذه القوات الدماء وتجرف البساتين وتهدم المساكن وتدنس مقدسات المسلمين، فهذا يعني أننا أمام جريمة حرب ضد الإنسانية، وهذا كان يستلزم وقفة حقيقية من مجلس الأمن والمجتمع الدولي أولا لإدانة هذه المجزرة وثانيا محاسبة المجرمين. ولكن نحن نعلم والشعب الفلسطيني يعلم أن المجتمع الدولي للأسف ينافق نفاقا كبيرا، لأنه لا يستطيع أن يدين مثل هذه الجرائم ولا يستطيع أن يحاسب الكيان الصهيوني والمجرمين في أي مجزرة، لا سابقا ولا لاحقا. منذ عشرات السنوات الكيان الصهيوني يرتكب المجازر ولا أحد يوقفه أو يقف أمامه ويحاسبه على مثل هذه الجرائم. إذن نحن نقول أن المجتمع الدولي منافق وهو يقف موقفا سيئا سلبيا، وذلك يشير إلى أنه متواطئ مع الكيان الصهيوني في إبادة الفلسطينيين الأبرياء أصحاب الأرض والوطن، وهذا كله يجعل الكيان الصهيوني يتمادى في ارتكاب المجازر والجرائم البشعة، وما نراه وما رأيناه يوم أمس من جريمة بشعة هو بسبب سكوت المجتمع الدولي عن ما يفعله الكيان الصهيوني المجرم. إلى أي مدى كان أسبوع القدس العالمي على مستوى الحدث يعني متابعا ومواكبا لما يجري في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في القدس والمسجد الأقصى المبارك؟ حقيقة أسبوع القدس العالمي هو لبيان مواقف وفعاليات وتضامن المسلمين والعرب وأصحاب النفوس والضمائر الحية مع الفلسطينيين في مواجهة قوات الاحتلال. تقوم هذه به هيئات وجمعيات ومنظمات حقوقية وإنسانية وشرعية، لكن من أجل أن تحيي في الأمة العربية والإسلامية حق الفلسطينيين والأمة الإسلامية بأرض فلسطين والدفاع عن مقدساتها، وهي جهود مشكورة ومباركة، خصوصا أننا رأينا خيرة العلماء والدعاة يشتركون في حمل هموم الأمة والقضية الفلسطينية، ولكن هم يرسلون رسائل واضحة وصريحة أننا أمة واحدة وشعب واحد في مواجهة الاحتلال الصهيوني. ولكن لا يمكن أن ننكر أن هذه الجهود هي ليست جهود دولية حكومية، لأننا نقر ونعترف أن الحكومات في بعض الدول سواء العربية والإسلامية ليست لها قدرة أو على مواجهة الكيان الصهيوني، وهي ليست بقدر المسؤولية، فهي أيضا رسائل إلى أنظمة الحكم في هذه الدول أن القضية الفلسطينية لن تموت ولن ننساها، فإياكم أن تتجاهلوا مشاعر الشعوب الحية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضية الأمة جميعا وقضيتها الأولى والأخيرة. وهذا ما تحدثتم عنه في بيانكم عن ضرورة اتخاذ مواقف عملية جادة وحقيقية، كيف يمكن أيضا تجسيد هذه المواقف والخطوات العملية لها شعبيا وحكوميا كما تفضلت؟ جرائم الكيان الصهيوني لم تتوقف ولن تتوقف ضد أهلنا وإخواننا الفلسطينيين إلا إذا شعر العدو بحقيقة مواقف المسلمين والعرب وجديتها، وهذا يكون أولا بالخروج من دوامة الضياع والتيه في اتخاذ المواقف، يكون بوحدة الصف الفلسطيني داخليا ووحدة المواقف خارجيا، واتخاذ خطوات حقيقية تبدأ بالضغط على الأنظمة والحكومات
بمقاطعة كل أوجه التواصل مع الكيان الصهيوني وفتح المعابر بعيدا عن موافقة الكيان الصهيوني ودعم المقاومة الفلسطينية بشكل مباشر وعلني. فكما أن الكيان الصهيوني يجد دعما دوليا على جرائمه وانتهاكاته ومجازره، فيجب على العرب وعلى المسلمين دعم إخوانهم في الدفاع عن أنفسهم وحقوقهم بدون أي تحسبا أو مراعاة للنظام العالم الذي هو أصبح واضحا بأنه يدعم ويقف مع المجرم ومع الظالم. أيضا تصاعد ما يجري دكتور من جرائم في فلسطين من قبل الاحتلال، إلى أي مدى كشف عن حقيقة مواقف بعض الدول التي تقول أنها تدعم القدس والقضية الفلسطينية، وقد سميتموها في بيانكم بأدعياء، سميتموها بأدعياء القضية الفلسطينية؟ حقيقة القضية الفلسطينية هي واجب على كل مسلم وكل شريف حي له ضمير حي و نفس أبية أن يقف ضد الكيان الصهيوني. ولكن للأسف هناك عدة دول تدعي دعم القضية الفلسطينية ولكنها تضرها بالصميم. فمثلا كل أدعياء التطبيع هم ضد القضية الفلسطينية، وهم مسؤولون أمام الله وأمام شعوبهم على خذلانهم القضية الفلسطينية وإخوانهم الفلسطينيين وحتى مقدسات المسلمين. وأيضا من يدعون نصرة القضية الفلسطينية مثل إيران التي تقتل كل المسلمين ولكنها لا تحرك ساكنا في مواجهة الكيان الصهيوني مواجهة حقيقية. فإيران ترفع شعار معاداة إسرائيل ونصرة فلسطين ولكنها تضرب الفلسطينيين مثلا في العراق وتهجرهم من العراق، وقد هجرت وقتلت آلاف الفلسطينيين في العراق، وترفع شعار معاداة إسرائيل وتضرب اليمنيين وتضرب السوريين وتضرب اللبنانيين، بل إن الأمر وصل إلى أن الكيان الصهيوني يقصد فيضرب إيران وأدعياء المقاومة، وإيران ترد ضرب المسلمين في العراق أو سوريا. هذا يعطينا مؤشر واضح إلى أن إيران ليست جادة في عدائها ضد الكيان الصهيوني، ولذلك حتى دعمها لبعض الفصائل الفلسطينية هو في إطار محدد ومدروس حتى تستخدم هذه الفصائل في تحقيق مشروعها الخبيث. وهذا المشروع هو ليس ضد إسرائيل وإنما ضد المسلمين في الدول التي تعتبرها إيران هي عدو لها، مثل العراق، مثل إيران، مثل سوريا، مثل السعودية. وهذا واضح وصريح من تصريحات المسؤولين الإيرانيين على شاشات التلفزيون التي نسمعها بين الحين والآخر، وحتى من يدعون المقاومة ضد الكيان الصهيوني هم في الحقيقة عداؤهم وتأسيسهم لهذه الميليشيات هو لضرب إخوانهم المسلمين في البلدان المجاورة. في سؤال أخير لو تفضلتم، أمام هذه الجرائم المستمرة إذن ما مدى التعويل على شباب الأمة الإسلامية عموما ولا سيما في الأراضي المحتلة أرض الرباط؟ إلى أي مدى يعني اختلفت توازنات القوى حاليا أيضا؟ حقيقة ما نراه اليوم من شباب فلسطيني واعي مقاوم يواجه قوات الاحتلال الصهيوني بالحجارة وبوسائل بسيطة بدون أن يعتمد أولا على الدعم الخارجي ولا ينخرط في الحسابات السياسية ولا يخضع لمراعاة التوازنات في المنطقة والدفاع عن أرض فلسطين وصولا إلى تحريرها، وهذا ما نسأل الله أن يكون، هذه مفخرة لنا جميعا وللأمة جميعا. هذه الفصائل التي ينظمها الشباب الفلسطيني هي ستربك العدو لا محالة وتدخله في دوامة الحسابات. فهو كان يواجه فصائل معينة وحاول أن يفصل هذه الفصائل عن حاضنتها الشعبية بطريقة أخرى من خلال إدخال دول إقليمية تدعم بعض الفصائل ثم تجبرها وتتحكم فيها بين الحين والآخر ولو جزئيا. ولكن ظهور شباب حر مستقل تماما عن الفصائل المعروفة، هذا يعني أن العدو في المستقبل سيواجه الشعب الفلسطيني كله. هذا يعني أن العدو عليه أن يحسب حسابا بأن هذا الشعب صامد وصابر، وإلا كيف لقضية استمرت أكثر من 70 سنة من احتلال غاشم يحاول تغيير مفاهيم الفلسطينيين ونزع القضية الفلسطينية من قلوب ونفوس الشباب، كيف أنها لم تنفع كل هذه الجهود في أن تمنع أن يخرج شباب مسلم فلسطيني يدافع عن أرضه وعرضه ومقدساته. مثلا عرين الأسود الذي رأيناه منذ شهور نسمع به، اليوم كان بيانه على قدر المسؤولية. هذا يجعلنا أن نتأكد أن العدو سوف يكون يائسا وبائسا مما فعله على مدار عشرات السنين الماضية. هذا يجعلنا نفتخر بشباب فلسطين ونتضرع إلى الله عز وجل بأن ينصرهم
على عدوهم ويحرر بلادهم ومقدساتنا الإسلامية. هاتفيا من عمان دكتور ثامر العلواني، مقرر قسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.